ما هذه الثلاث؟ قال طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث إذا خرجنا، ثلاث يعني ثلاث علامات، في بعض الروايات ثلاثة يعني ثلاثة أشياء أو ثلاثة أمور، ثلاث إذا خرجنا يعني ثلاث علامات، إذا خرجنا يعني ظهرنا، خرجنا يعني ظهرنا، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ما هذه الثلاث؟ قال طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض. طبعا أول العلامات الكبرى، علامات الساعة الكبرى، هي خروج الدجال، هي خروج الدجال، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالاستعاذة منه، وكل واحد منا وهو في صلاته يستعيذ بالله عز وجل من أربع، ومنها من فتنة المسيح الدجال، من فتنة المسيح الدجال. وهذا المسيح الدجال في بدايته عندما يخرج يظهر الصلاح وأنه رجل صالح، فيتبعه الناس لصلاحه، ثم ينتقل بعد ذلك إلى ادعائه النبوة أنه نبي. فالمؤمنون الصادقون في إيمانهم يعرفون أنه كذاب دجال، ثم المرحلة الثالثة يدعي الألوهية. وأعطاه الله عز وجل من الخوارق ما يبتلي ويختبر بها العباد، أعطاه الله عز وجل من القدرات والخوارق على غير العادة ما يبتلي ويختبر به العباد، ولكن المسلم المؤمن الصادق في إيمانه يعرف أنه كذاب وأنه دجال، ولذلك لا يتبعه، فلا يتبعه إلا المنافقون، لا يتبع الدجال إلا المنافقون. ولذلك ما ورد في الحديث أنه يخرج من المشرق، وفي بعض الروايات من خراسان، في المشرق. فهذا الدجال هو من علامات الساعة الكبرى التي تحدث في الأرض. فينزل عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وكما مر معنا في اللقاء الماضي أنه ينزل في آخر الزمان، ونزوله كذلك من علامات الساعة، فينزل ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إن إمامهم يقول له صل بنا، تعال فصل بنا، فيقول إمامكم منكم تكريمة لهذه الأمة، فيصلي مأموما، فينزل بشريعة ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا ينزل بشريعة جديدة ولا يحكم بالإنجيل، وإنما يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، يحكم بالكتاب والسنة. ثم يقتل الدجال، عيسى بن مريم يقتل الدجال، ونهاية علامات الساعة التي في الأرض وهي فيها تغيير العالم الأرضي بوفاة عيسى بن مريم عليه السلام، عليه أفضل الصلاة وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ولذلك يتوفى، يموت فيدفن، يصلي عليه المسلمون ويدفن، فيكون انتهاء علامات الساعة الكبرى في الأرض تكون بوفاة عيسى ابن مريم عليه السلام. ثم بعد ذلك يأتي طلوع الشمس، وطلوع الشمس يكون هو تغيير في العالم العلوي، عالم السماء، فإن الشمس بدلا من أن تطلع من المشرق يتغير العالم فتطلع من المغرب، هذا تغيير في العالم العلوي. وينتهي بقيام الساعة، قال ودابة الأرض. دابة الأرض هي دابة، سميت دابة وهي مما تدب على الأرض، ولكنها لم تخلق، وإنما تخرج. من أين تخرج؟ كل الروايات الواردة في صفتها، في صفة الدابة، ومن أين تخرج، كلها روايات ضعيفة لا تصح. كل الروايات التي تبين صفة
هذه الدابة هي دابة عظيمة، دابة عظيمة، ومن صفاتها كما في الآية أنها تكلم الناس ويفهمون كلامها، وأنها تجعل علامة على خرطوم أنف كل واحد من الناس، تجعل علامة، هذا ثابت. لكن ما صفتها؟ ما صفة هذه الدابة؟ ومن أين تخرج؟ هذه كل الروايات التي وردت لا تصح، لكن نحن نؤمن ونصدق أنه في آخر الزمان ستخرج دابة. متى؟ هل هي قبل طلوع الشمس أو بعد غروب أو بعد أو قبلها؟ ورد الحديث الصحيح أنها تخرج ضحى في اليوم الذي تطلع الشمس من المغرب، في اليوم الذي تطلع الشمس فيه من المغرب في ضحى ذاك اليوم تخرج الدابة، تخرج الدابة يعني في ذلك اليوم، يعني ليس هناك فرق زمن كبير بين طلوع الشمس من مغربها وبين خروجه وبين خروج هذه الدابة. إذا خرجت الدابة وطلعت الشمس من المغرب، حينها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً.